بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو جديد، فرد جديد في مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة، وخاصة الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2020-2021. مرحبا بكل متتبع جديد انضم للقناة ديالي. كنتمنى أننا نزيد جميعا بهذه القناة وبالمحتوى الهادف إلى الأمام ان شاء الله. اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش توصل القناه لاكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات، التلاميذ والتلميذات، باش تعمل الاستفاده ان شاء الله. اذا هذا الفيديو درته من اجلكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم، اليوم غادي ندير معكم فرض محروس في ماده النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. دائما النموذج رقم 2 ماشي 1، راه خليتها 2 خليتها 1، هذا النموذج رقم 2. دونك النموذج رقم 1 راه كاين في القناه، كاين اللين ديالو في الديسكريبسيون، وكاين مجموعه من الفروض درناهم جميعا. كيخصو مواد اللغه الفرنسيه، وكيخصو كذلك النشاط العلمي بالنسبه للمستوى السادس كذلك، مفهوم؟ اذا اللي باقي ما تفرج لهمش راه كاينين لي لين في الديسكريبسيون، تفرج لهم عيب شويه عليه، وغادي يكون ان شاء الله مزيان في الفروض اللي غادي يديرهم مع الاستاذ ديالو. سي تري بيان. اذا غادي نبداو الانجاز ديال هذا الفرض، اللي المده ديال الانجاز ديالو هي 45 دقيقه. اذا عندنا اكتيفيتي واحد اللي هو اون فرونسي، والاكتيفيتي 2 اي 3 اي 4 بالعربيه، صافي. اذا غادي نبداو بالاكتيفيتي نيميرو 1. دونك 3 بوين، فيها ثلاثه د النقاط. جو كونسيدير لي ميلونج او بلس سيل دوني دون لو تابلو سي ديسو، جو كومبليت سو تابلو بار لي فالور دو ماس مون كونت. دونك هنايا كيقول لك نعتبر هاد الخلائط ديال الماء والملح اللي كاينين في هاد لو تابلو هذا، في هذا الجدول هذايا. دونك غادي نكمل باش، غادي نكمل بالقيم، القيم ديال الكتله، لي فالور ديش دي ماس مونكون. دونك شوفوا معايا هنايا، ماس دو يعني كتله الماء، هنا عندي ماس دو سيل يعني كتله الملح، هنا عندي ماس دو ميلانج يعني كتله الخليط، يعني خليط الماء زائد الملح، صافي، خليط الماء زائد الملح. اذا باش نعرفوا الكتله ديال الخليط خصنا نجمعوا 80 غرام زائد 20 غرام باش نحصلوا على كتلة الخليط. إذا 80 زائد 20 هي 100، إذا 100 غرام، 100 غرام هي كتلة خليط 80 غرام من الماء زائد 20 غرام من الملح، مفهوم؟ مروا للخليط الثاني، عندي 50 غرام من الماء، دونك ماس دو هي 50 غرام، الماس ديال لو سيل ديال الملح ما عندناش، ولكن عندنا لا ماس ديال الميلونج، يعني الكتلة ديال الخليط، كتلة ديال الخليط 55 غرام. والكتلة ديال الماء 50 غرام. إذا شحال كيبقى لي، أو شحال غادي نزيد على 50 غرام باش نحصل على 55؟ غادي نزيد 5 غرام ديال اش، 5 غرام، 5 غرام ديال الملح، داكوغ. وهنا عندي في الخليط الأخير ما عنديش الكتلة ديال الماء، ولكن عندي الكتلة ديال الملح، وعندي الكتلة ديال الخليط بالكامل. إذا حنا كنعرفو بأن الكتلة ديال الخليط كتساوي لنا، كتساوي لنا مجموع كتل مكوناته، مجموع كتل مكوناته هي الكتلة ديال الخليط. إذا المكونات ديالو هما الملح والماء. إذا إلا كان الملح 25 غرام، شحال غادي تكون الكتلة ديال الماء باش يكون عندي كتلة الخليط 50 غرام؟ غتكون 25، 25 غرام، باش تكون 25 غرام ديال الماء زائد 25 غرام ديال الملح كتساوي لي 50 غرام، اللي هي كتلة الخليط. إذا هذا النشاط هذا متعلق بكتلة الخليط، واش كتغير من بعد ما كنخلطوا المكونات ولا ما كتغيرش. وحنا عرفنا ديجا في الدرس بأنه الكتلة لا تتغير إذا قمنا بخلط مكونات خليط. إذا هنايا عندي الكتلة ديال الماء زائد الكتلة ديال الملح دائما كتساوي كتلة الخليط، مفهوم؟ الآن غادي نمر إلى النشاط رقم 2. نشاط رقم 2، انتبهوا معي، سي بيان. إذا أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة، عندي ثلاثة ديال الجمل، غادي ندير علامة في أمام الجملة الصحيحة منها. إذا تزداد كتلة حديد بعد انصهاره، إذا كيقول لك بأن الكتلة ديال الحديد من بعد ما كينصهر كتزداد الكتلة ديالو. مثلا ممكن يكون في واحد القطعة ديال الحديد قنطار، من بعد مثلا ما تنصهر تولي لنا قنطار ونصف، واش صحيح ولا خطأ؟ إذا هذه العبارة هذه خاطئة. تنقص كتلة حديد بعد انصهاره، يقول لك مثلا هاد القطعة ديال الحديد اللي اعتبرناها احنا فيها قنطار، من بعد ما تنصهر تولي لنا مثلا غير نصف قنطار مثلا، هذه كذلك عبارة خاطئة. بالنسبة للعبارة الأخيرة أو الجملة الأخيرة، لا تتغير قطعة حديد بعد انصهارها، يعني لا تتغير كتلة
كتلة لا تتغير كتلة حديد بعد انصهارها. إذا الكتلة ديال الحديد من بعد ما تنصهر ولا ترجع للحالة السائلة، ومن بعد عاوتاني ما ترجع من الحالة السائلة للحالة الصلبة، لن يتغير أو لن تتغير كتلتها. داكوغ، لن تتغير كتلتها. إذا الإجابة الصحيحة أو الجملة الصحيحة هي الجملة الأخيرة، لا تتغير كتلة حديد بعد انصهارها. مفهوم؟ نمر الآن إلى النشاط رقم 3، لاكتيفيتي 3، اللي هو دائما بالعربية. إذا أصل بخط التقنيتين المناسبتين لفصل مكونات خليط متجانس. إذا هنايا عندي جوج ديال التقنيات، هنا عندي التبخر والتكاثف، وعندي التصفيق والترشيح. هنايا كيقول لي لفصل مكونات خليط متجانس، باش نفصلوا المكونات ديال واحد الخليط متجانس. وغادي نعرفوا الخليط المتجانس. حنا ديجا عرفناه في مجموعة من المناسبات بأن الخليط المتجانس هو الخليط الذي لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. ما يمكنليش انا نميز المكونات ديال هذا الخليط بالعين المجردة. مثلا الماء والملح، نقول فينا هو الماء وفينا هو الملح. داكوغ، كيكون عبارة عن مثلا الا شفتها تبان لي بحال غير الماء كاين تما في داك الكأس. داكوغ، اذا لفصل مكونات خليط متجانس، يعني خليط الماء زائد الملح، نستعمل تقنيتي. واش غنستعملوا؟ تقنيتي التبخر والتكاثف ولا تقنيتين التصفيق والترشيح؟ اذا راه سهلة، غادي نستعملوا تقنيتي التبخر والتكاثف، لانهما تقنيتين كيساعدونا على فصل مكونات خليط متجانس. بالنسبه للتصفيق كيساهم فصل مكونات خليط غير متجانس. غير متجانس، هذا التصفيق والترشيح كيمكنونا من فصلو مثلا واحد الخليط غير متجانس، مثلا عصير البرتقال، داكوغ، مثلا الزيت والماء، وخليط غير متجانس، باش كنفصلو المكونات ديالو بالتصفيق والترشيح. اما بالنسبة للخلائط المتجانسة، كنفصلو المكونات ديالها باستعمال تقنيتي التبخر والتكاثف. مفهوم؟ التبخر والتكاثف. نمر الآن إلى النشاط الرابع والأخير. النشاط الرابع، أجب بصحيح أو خطأ. عندي أربعة ديال العبارات، غادي نجاوب بصحيح أو خطأ. يعني كانت عبارة صحيحة نكتب صحيح، كانت عبارة خاطئة نكتب خطأ. شوفوا العبارة الأولى، كتلة جسم هي كتلته. كتلة جسم هي كتلته، هذه صحيحة، ولكن هنايا لم أقصد كتلة جسم هي كتلته، بل قصدت وزنه. وزن جسم هي كتلته. واش الوزن الجسم هو هو الكتلة؟ لا، جواب خطأ. إذا هنايا وزن الجسم هو القوة التي تطبقها الأرض عليه، ماشي هي الكتلة. الكتلة شيء والوزن شيء آخر. مفهوم؟ إذا هنا خطأ. التبخر هو تقنية فصل مكونات خليط متجانس. إذا التبخر كيمكننا باش نفصلو مكونات واحد الخليط متجانس. عاد شفناها هنايا بأن التبخر فعلا يمكننا من فصل مكونات خليط متجانس. إذا هنا صحيح. نشوفوا الجملة الموالية، يمكن تسريع الذوبان بالتحريك فقط. إذا حنا يمكننا نسرع الذوبان بالتحريك، وكذلك بمجموعة من الطرق الأخرى، مثلا بالتسخين. داكوغ، إذا ماشي غير بالتحريك فقط. إذا هنا عبارة خاطئة، خطأ. العبارة الرابعة والأخيرة، المحلول خليط غير متجانس. المحلول هو خليط غير متجانس. حنا كنسمعوه خليط وكنسمعوه محلول، كنسمعوه متجانس وغير متجانس. مزيان، دابا خصنا نعرفوا منين واحد الخليط ديال واحد مثلا المواد غنقولوا عليه هذا محلول. شنو خصو يكون؟ واش متجانس ولا غير متجانس؟ خصو يكون متجانس. داكوغ، إذا المحلول هو خليط متجانس وليس غير متجانس. إذا هي عبارة خاطئة. داكوغ، إذا وزن جسم هي كتلته خطأ. هنايا وزن الجسم هي القوة التي تطبقها الأرض عليه، وكتلته الكتلة ديال واحد الجسم هي واحد الكمية ديال المادة. داكوغ، بالنسبة للتبخر وتقنية فصل مكونات خليط متجانس، نعم صحيح. يمكن تسريع الذوبان بالتحريك فقط؟ لا، يمكن تسريع الذوبان بالتحريك وكذلك بالتسخين ومجموعة من الأمور الأخرى. هنا أخيرا، المحلول خليط غير متجانس؟ لا، المحلول هو خليط متجانس. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى أنه يكونوا هاد الفروض كينالوا الإعجاب ديالكم، والشرح ديالي يكون كينال الإعجاب ديالكم. إلا كنت كنفيدكم وكانت قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تستحق الدعم والمساندة، حاولوا تشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات، وكذلك بارتاجيو الفيديوهات مع أصحابكم باش يوصل هذا الفيديو والفيديوهات ديال القناة لأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات، وكذلك التلاميذ والتلميذات اللي إن شاء الله بغيتهم يزيدوا القدام في المسيرة الدراسية ديالهم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.